إذا متابعينا الكرام، المشهد اللي شفتوه قبل قليل بكل تأكيد في حظيرة الجزائر أثناء الدوري الاحترافي لكرة القدم، الدوري الاحترافي الجزائري. وكما شاهدتم سيارات الشرطة تقتحم أرضية الملعب والفوضى والروينة نايضة. قال لك سيدي شي حد حدا البطاقة الحمراء وما بغاش يخرج وبدا كيحتج، وجابوا ليه سيارات الشرطة دخلت حتى لأرضية الملعب. نعم متابعينا الكرام، هادو اللي كانوا مسنطحين معنا وكانوا كيقولوا بانهم غادي ينافسونا في تنظيم كاس افريقيا، وبان الاقجاع والمؤامره والايادي الخارجيه هي اللي سرقت منهم التنظيم ديال كاس افريقيا وما الى ذلك من هذا التنطيح. هذا هو الحال ديال الدوري الاحترافي ديال كره القدم في حظيره الجزائر، فما بالكم الا تعطات لهم تنظيم ديال شي حاجه اخرى، ديال شي منافسه كرويه من حجم كاس افريقيا، كاس امم افريقيا. هذا هو التنظيم، هذه هي الملاعب العالميه، هذه هي احترافيه التنظيم اللي جالس مسنطحين معنا بها وما الى ذلك من هذه الامور. وبطبيعه الحال انا هذه المساله ديال الدوري الاحترافي الجزائري سبق لي هنا في القناه، جبت عليها فضائح كثيره وكثيره جدا، من بينها مثلا في شهر رمضان ما كانوش كانوا كيقدروا على انهم يلعبوا المباريات في الليل. علاش؟ لان ما عندهمش الاضاءه، ما عندهمش الضوء، فكانوا كيضطروا على انهم يلعبوا المباريات في النهار ومع الصيام ومع الصاد اللي كان عندهم، يعني كنتكلم على العام الماضي، فاضطروا على انهم يلغيوا هذا الدوري، الدوري الاحترافي الجزائري، واضطروا كذلك على انهم يقوموا بالغاء الدوري ديال الفتيان بسبب هذا المشكل اللي عندهم ديال الضوء، الملاعب ما فيهاش الضوء، ما كيقدروش يلعبوا المباريات في الليل. تخيلوا معايا، تقاشر افريقيا، دولة النفط والغاز، ملايير الدولارات، نيلسون مانديلا، الملاعب العالميه، وما قادرينش يلعبوا المباريات في الليل. وزيدكم طبيعه الحال هذه الفضيحه ديال سيارات الشرطه تقتحم ارضيه الملعب. علاش؟ لانه قال لك شي حد خد البطاقه الحمراء وما بغاش يخرج، مشاو جابوا ليه البوليس. هذه في حظيره الجزائر، وهذا هو الدوري الاحترافي في حظيره الجزائر، يعني كارثه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. ومن بعد يخرج لك البوصبعي يقول لك احنا عندنا ملاعب عالميه ونظموا كاس العالم ونظموا ما عرف شنو، يعني مصيبه كحله بكل ما تحمل الكلمه من معنى. متابعينا الكرام، لكم التعليقات واراكم في فيديو قادم.